حضور اتحاد محلي العرب أقامت محافظة بابل مهرجانها الأول الخاص بعسل النحل الذي عرض فيه النحالون والتجار أنواع مختلفة من العسل، إضافة إلى نشاطات مختلفة تخللت المهرجان. تقريرنا التالي يحمل معه كل التفاصيل لنتابع. أهمية العسل دفعت الكثير للاعتناء به في فترة بات يشيع فيها تداول الطب النبوي، ليعلن النحالون العراقيون عن سلسلة مهرجانات للنحل لتحتضن مؤخرا محافظة بابل واحدا منها. تخللت محاضرات عن أهم المشكلات وحلولها بحضور اتحاد النحالين العرب. العسل الموجود كله عراقي من مناحنا صراحة، يراهل يعني العسل العراقي معروف بنوعيته وبجدارته وأفضل من العسل المستورد. منذ اللحظات الأولى ضج المكان بالحضور بوحي كرنفالي، رغم صعوبة الأوضاع ليتنوع الحضور بعدد المحافظات العراقية بعروض متعددة من منتوجات مناحل مختلفة لأنواع الشهد، وضعت فيه المرأة بصمة كإثبات لدورها في هذا المجال لعدم حكره للرجال. مثل ما شفت انت كل نحال يعني يبدع في مجال عمله، يعني من خلال العسل او يعني الفرازات، شنو موجود شنو يخص خليه النحل من البسمار الى ما يتعلق الى الفراز، فكل منتجات الخليه موجوده هنا بالمنحل بالمعرض هذا مالتنا تشوفه. لم يغب عن الوافدين مطالبه وزاره الزراعه بتفعيل ما على عاتقها من مسؤوليات كشراء العسل من منتجيه، كما افصحوا عن اقامه ورشه عمليه خدمه لمملكه النحل وتحسين الإنتاج. قال لي هذا المهرجان لون العسل مثل ما عرض العسل في هذا المؤتمر أو المهرجان، فأخذت المرأة أيضا لها دور فعال لما تقدم وتشارك الرجل كنحالة متمكنة مساعدة ومنتجة في الإنتاج الاقتصادي للوطن، فأخذت دورها الحقيقي. ذكره في القرآن كشفاء وإثباته بتجارب الواقع جعلت من مملكة النحل عالما استقطب العلماء دراسة وعملا.